السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. دي الحلقة الرابعة من كورس تعلم اللغة الإنجليزية، مش يعني من كتر الكورسات الواحد بينسى، يعني عندنا كورسات ترجمة، لغة إنجليزية، فريلانس وصناعة الفيديو، فدي الحلقة الرابعة من كورس تعلم اللغة الإنجليزية. وعشان تحقق الاستفادة القصوى من الحلقة دي وباقي الحلقات تعمل ايه؟ ورقة وقلم او النوتة بتاعة الموبايل، وتبدأ تكتب كل كلمة ومعناها وكل جملة ومعناها، بحيث ان هو ايه يعني تثبت في دماغك، وتتفرج على الفيديو من اوله لاخره مرة سريعة، وبعدين تتفرج عليه مرة تانية ببطء، وتبدأ انك انت تردد ورا كل كلمة وجملة انا بقولها، عشان خاطر تبقى فيه ممارسة اولية وتقدر انك انت تحفظ الكلمات دي. بعد كده يا اما بتجيب اصحابك وتفرجهم على الفيديو، او تقول لهم اتفرجوا على الفيديو وبعدها تمارس معاهم اللغة على سيرفر الديسكورد اللي احنا حاطين لك اللينك بتاعه تحت. يا اما لو عندك صحابك مش غاويين يتعلموا لغة انجليزية، هتلاقي فوق 10,000 عضو في السيرفر ده كلهم مستنيينك عشان يمارسوا اللغة الانجليزية معاك. مش كلهم كلهم يعني، اكيد في منهم ناس مشغولة، ناس قافلة، ناس كذا ناس كذا، لكن هتلاقي في عدد كبير من الناس حابب ان هو يمارس اللغة معاك هناك. ودلوقتي انا بوجه شكر خاص لمين؟ للجماعة بتوع باتريون اللي بيدعموني على باتريون. بصراحة انا كنت لسه عامل باتريون النهاردة الصبح، واتفاجئت ان في 2 بدأوا ان هم يدعموني على باتريون. عندك في براء مختار، و برضو معانا أحمد نظيم، فربنا يكرمكم ويسعدكم يا رب. وعشان ما نطولش عليكم، خلينا ندخل على الفيديو بتاع الحلقة الرابعة من كورس تعلم اللغة الإنجليزية. Appropriate، ملائم. When a thing is appropriate, it is right or normal. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. إنه من الملائم أن ترتدي بدلة عندما تذهب إلى المكتب. Avoid، يتجنب. To avoid something is to stay away from it. Avoid the broken bottle on the floor. تجنب الزجاجة المنكسرة على الأرض. Behave، يتصرف. To behave is to act in a particular way. Especially to be good. She always behaves well when her father is around. هي تتصرف دائما بشكل جيد عندما يكون والدها موجودا. Calm، هادئ. When someone is calm, they do not get excited or upset. A nice warm bath makes me feel so calm. حمام دافئ وجميل يجعلني أشعر بالهدوء جدا. Concern، قلق. Concern is a feeling of worry. I was filled with concern after reading the newspaper. لقد كنت ممتلئا بالقلق بعد قراءة الجريدة. Content، راض. To be content is to be happy and not want more. The baby looked very content sitting on the floor. الطفل بدا راضيا جدا وهو جالس على الأرض. Expect، يتوقع. If you expect something to happen, you believe it will happen. I expect the bus to be here very soon. أتوقع أن تكون الحافلة هنا قريبا. Frequently، بشكل متكرر. When something happens frequently, it happens often. We meet frequently either at the beginning or the ending of the week. نحن نلتقي بشكل متكرر إما في بداية أو نهاية الأسبوع. Habit، عادة. A habit is a thing that you do often. Smoking is a bad habit that can kill you. التدخين عادة سيئة يمكنها قتلك. Instruct، يعلم أو يوجه أو يرشد. To instruct is to teach. My teacher instructs us in several subjects. أستاذنا يعلمنا في مواضيع متعددة. Issue، قضية. An issue is an important topic. The men spoke about issues that were important to the people. الرجال تحدثوا عن قضايا كانت مهمة للناس. None، لا شيء، لا أحد. None means not any of someone or something. He spent
all his money. There is none left. لقد صرف ماله كله. لم يبقى أي شيء. Patient. صبور. If a person is patient, they do not become angry or upset easily. I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. توجب علي أن أكون صبورا وأنتظر حتى الساعة الخامسة لكي أغادر. Positive. إيجابي. If something is positive, it is good. She has a positive future ahead of her after finishing college. لديها مستقبل إيجابي أمامها بعد إنهاء الكلية. Punish. يعاقب. To punish means to make someone suffer for breaking the rules or laws. To punish me, my teacher had me stand in the corner. لمعاقبتي جعلني الأستاذ أقف في الزاوية. Represent. يمثل. To represent is to speak or act for a person or group. My lawyer will represent me in the court. محامي سيمثلني في المحكمة. Shake. يهز. To shake is to move back and forth or up and down quickly. When people shake hands, it usually means they agree. عندما يهز الناس أيديهم يتصافحون، هذا يعني عادة بأنهم يتفقون. Spread. ينتشر أو ينشر. To spread is to move quickly to more places. I like to spread butter on my toast. أحب أن أنشر الزبدة على خبزي المحمص. Stroll. يتجول أو يمشي ببطء. To stroll means to walk slowly and calmly. My dog and I strolled through the park today. تجولنا أنا وكلبي خلال الحديقة اليوم. Village. قرية. A village is a very small town. There are only a few houses in my village. هناك فقط بضع منازل في قريتي.